تحضيرا للانتخابات النيابية المقررة ب7 حزيران المقبل، نشرت النهار اليوم دراسة إحصائية للباحث يوسف شهيد دويهي، تتضمن دراسة إحصائية حول جداول وقوائم الناخبين اللي بتصدرها وزارة الداخلية ب30 أدار. هذا الدراسة الإحصائية اللي نشرناها اليوم تتضمن عدد الناخبين لانتخابات 2009. بلغ عدد الناخبين 2009 بلبنان 3,257,230 ناخب. تبلغ نسبة المسلمين بهذا العدد 60.39% والمسيحيين 38.97%. أهمية هذه الدراسة أنه بتبين توزع الديموغرافي والطائفي والمذهبي للناخبين اللبنانيين ب26 دائرة انتخابية موجودين حاليا سيتقدمون للاقتراع ب7 حزيران المقبل. أهمية هذه الدراسة أنه بتكشف الفرق اللي زاد عن الناخبين 2005 واللي بلغت نسبة الزيادة 8.44%. الأهمية الثانية اللي بتصدرها الدراسة أنه توزع المقاعد بيظهر قديش في عدد ناخبين ما عندهم نواب، بالمقابل في عدد كتير من الناخبين عندهم عدد نواب أقل. مثلا بدائرة البقاع الغربي راشية بيبلغ عدد الناخبين الأرثوذكس 9,653 ناخب أرثوذكسي عندهم مقعد نيابي، بينما الأرثوذكس ببعبدا بيبلغ 12,145 ناخب وما عندهم ولا مقعد نيابي. وهذا الشيء بيتكرر كمان بطرابلس بالنسبة للمقعد الماروني، إذ يوجد بطرابلس حاليا 5,129 ناخب ماروني عندهم مقعد، بينما بيبلغ عدد المواطنين مثلا ببنت جبيل 11,484 ناخب ما عندهم ولا مقعد نيابي. النقطة الثالثة المهمة بالدراسة اللي نشرناها اليوم للباحث يوسف شهيد الدويهي تتعاطى بموضوع المجنسين، هذا الموضوع اللي أخذ كثير ضجة منذ صدور مرسوم التجنيس عام 1994، وشهدنا بعدد من الانتخابات الماضية ب96 وبال2000 كيف موضوع المجنسين عم بياخذ أهمية بوسائل الإعلام وكيف المجنسين عم بيجوا يقترعوا ولمين عم بيقترعوا. أظهرت الدراسة حالياً أنه نسبة الناخبين المجنسين بلغت عام 2009 189,357 ناخب مجنس، بينقسموا إلى 75.35% من المسلمين و 24.65% من المسيحيين، وتبلغ نسبة الموارنة من المجنسين 2.22%، فيما يبلغ عدد الناخبين السنة المجنسين 53.12%.